ده اسمه استهتار يا هاني. في بنت ترجع بيتها بعد نص الليل. انا اسفه يا بابا، ما حضرتك عارف انا كنت في التحرير ووليد كان معايا. يعني ايه وليد؟ سبايدر مان؟ خلاص يا بابا اتفضل يا وليد. الاستاذ وليد ما يفهمش في الاصول؟ يخليكي معاه لغايه دلوقتي وعارف ان في حظر، يقبل علاقته انها تتاخر لميعاد زي ده؟ يا عمي يا عمي انا رحت لها لما كلمتني وقالت لي انها لوحدها، اسيبها تروح لوحدها، وبعدين ماليش انا في جو التحرير والكلام الفاضي ده. مفيش تحرير بعد النهارده. في شبان مش كويسين بيتصرفوا مع البنات بطريقه مش كويسه، وانت فاهمه قصدي. ايوه. حاضر يا بابا. ادي الثوره اللي كنت بدافع عنها انا وانت. يا عمي بس حضرتك اكيد بتعمل اللي بيمليه عليك ضمير. الحريه في ايد الجاهل زي السلاح في ايد المجنون. يا خساره. اتفضلي، اطلعي اوضتك نامي، يلا. حاضر. شكرا يا وليد. العفو على ايه؟ ما حصلش حاجه. وانت ساكن فين؟ في بين السرايات. خلاص بات هنا وامشي الصبح. لا ما يصحش والله خالص. في حظر تجوال هتروح ازاي؟ لا ما انا معايا بطاقه، انا بعدي من اي حظر تجول عادي. انا لسه جاي معاها يعني من حظر التجول ما حصلش اي حاجه. طب اتفضل، ربنا يسترها معاك. ان شاء الله. السلام عليكم، مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه يا عم، مع السلامه. السلام عليكم. السلام. يا ابني الايه ده؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا عمور؟ ازيك يا وليد؟ وحشتني قوي والله. الله وانت كمان يا صاحبي. يا الف مرحب يا الف مره. ازيك يا عز؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك ابتساء؟ الحمد لله يا وليد. نورين الدنيا والله. ايه يابا؟ يابا قعدوا على الارض كده؟ يا ابني هما اللي ما رضيوش. ما تخش تقعدوا جوه. خلينا هنا خلاص. ما تقومي يا وليد وانت قاعده زي البيمه الغريبه كده عاملين لنا كوبايتين شاي. حاضر. قومي يا عسل انت. يا عسل انت يا عسل. انت سايب الجو الجميل ده وجاي تعيش في القاهره؟ نعمل ايه؟ تنسيق وسنين وعندنا جامعة القاهرة. احنا جامعة القاهرة يعني. طب بقول لك ايه؟ قوم فرجني على الأرض اللي أنت حكيت لي عنها. يا ريت والله. أنت اتبسط خالص. تعالوا تعالوا قوم. طب خليني أنا وأنت بس دلوقتي. طب روح أنت وليد وأنا هقعد أنا وعزة والحاج كده ونشرب كوبايتين الشاي. طيب ماشي مفيش أي مشكلة. تحب نروح بالحمارة ولا على رجلينا؟ تعالي. تعالي 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 نروح كده. اهلا وسهلا. امال فين الدوره اللي انت قلت عليها؟ يا الدوره فين يا هلا؟ اللي ما تاخذنيش يا استاذ عمر. تعالى يا بيس. عمر اهو كل واحد. الا قول لي يا سي عمر، يعني انت كنت قاعد جنب البت كده زي شوال القطن وهي اللي سايقه العربيه؟ وده كلام دي؟ معلش بقى، عربيتها وهي اللي بتسوق. عربيتها شايفه يا وليه؟ عشان لما اقول لك ركبت جرار ما تقوليش بتكسف ولا حاجات من دي، البت سايقه العربيه زي الفريري. الله، أنا في جنة يا وليد. الجنة دي بقى أنا مولود فيها وعايش فيها طول عمري. معقولة تكون زهقت منها يا وليد؟ لا ما زهقتش يعني ولا حاجة، بس يعني خدت عليه. تعرف بقى تزرع وتشتغل في الأرض دي؟ يا طبعا، أمال إيه؟ ده أنا بعرف أنقي الدودة، يعني ده أنا فلاح ابن فلاح يا بيزو. يبقى أنت دخلت كلية غلط. بقول لك إيه؟ حد يبقى عنده الأرض دي والطينة دي ما تروحش كلية زراعة؟ يتعلم اكتر، يتعلم عن الزراعه وعن الطينه، تعمل لك مشروع ولا حاجه في الارض دي. مص ايه يعني؟ ابويا يعني عايز يبني يعني بيت عشان اخواتي، يعني عايز يجوزهم ويسطرهم يعني. يبني بيت فين يا وليد؟ فين؟ معقوله هتسيبه يعمل كده؟ يا وليد انت متعلم. ما كل الناس بتعمل كده، مش شايفه هو بيوت اهي وبيوت اهي عادي يعني؟ ما حصلش حاجه يعني، ما عملناش حاجه غلط. ما هو يا وليد لو كل الناس عملت كده مش هنلاقي اكل ناكل منه، كل الارض الزراعيه هتموت في الاخر. بصراحة عندك حق، بس يعني أبويا دقة قديمة يعني. وأنت كمان دقة قديمة يا وليد، ما طلعتش مختلف عنه يعني. عايزين أقف يعني قدام أبويا يعني يا ابتسام؟ أيوة تقف قدامه يا وليد. بص، مش أنت نفسك دايماً في مشروع؟ أيوة طبعاً نفسي في مشروع. طيب المشروع جالك لحد عندك أهو، أنا بالفلوس وأنت بالأرض دي. والله فكرة جميلة، فكرة جميلة جداً. أنا بالأرض وأنت بالفلوس. بس برضه يعني اخواتي صعبانين عليا بصراحه، يعني نفسي برضه يتجوزوا ويتسطروا يعني. ما تشيلش هموم يا وليد، اهم حاجه ان والدك وافق ان انا اشاركك في المشروع ده. اكيد هيوافق، ما طالما مش هيدفع فلوسي يبقى هيوافق، انا عارفه ابويا. حلو قوي. انت عارف كويس يا وليد ان انت موقفك من الثوره ده مش عاجبني، بس كمان مش هتقف قدام مستقبلك. قصدك مستقبلنا يا بسبوسه؟ مش عايز تخدم بلدك يا وليد ماشي، مش عايز تنزل في مظاهرات ماشي، بس ما تموتش الارض اللي اجدادنا سابوها لنا عشان ناكل منها. والله هي فكره حلوه ان احنا يعني نزرع البلد دي ونخليها كده يعني ارض كده يعني غنيه.
غنية كده ونصدر بقى لفواكه وخضروات للبلاد العربية وبلاد أوروبية وكل حاجة. ده أنا عايشك عيشة أبوكي ما يحلمش بيها. آه والله ربنا يخليك ليا يا بسبوسة. يخليك ليا. طب تعالى فسحني شوية كمان. ماشي تعالي. فسحك؟ ده أنا أوديك السائل اللي جنب الرشاح وأقعدك تحت التوتة. ده أنا أبسطك انبساط. يلا بينا يا حبيبتي. يلا بينا يا بسبوسة. ايه يا ولاد؟ تشربوا شاي انتوا مكسوفين ولا ايه؟ ما تقلقش يا بابا. مفيش أي حد هنا مكسوف غير وليد. لا لا والله يا عمي مش مكسوف ولا أي حاجة. لا مكسوف، كل طيب أي حاجة. مش قلت أنا جعان؟ كنت جعان، باكل لب أهو خلاص. Reaction coming in thick and fast from Europe's leaders. German Chancellor Angela Merkel said she was rejoicing along with the Egyptian people. I wish them above all a society which exists without corruption, censorship, and torture. And I challenge those who now carry responsibility and who will do so that they make this development irreversible. Uncle, ممكن حضرتك بس تقلب القناة؟ يا ريت. معلش يا بابا بس مش كويسين قوي في الانجليش. مش كويسين ايه؟ ده احنا ميح خالص. فاكر لما كنا في امتحان الانجليزي؟ فاكر لما غشنا قدام في الامتحان الانجليزي وقعدنا نضحك؟ هتفضحنا يا وليد. على فكره دي حاجه ما تضحكش، دي مصيبه. طب اعمل حضرتك الشاي؟ ما تغيريش الموضوع، مش عيب انهم يعرفوا. يا اولاد طالب جامعي ما يعرفش لغه؟ هيتعرف ازاي على المجتمعات اللي حواليه؟ ازاي هيعرف تاريخها وثقافتها وعلمها وابحاثها؟ امتى؟ ولا اشمعنى يعني الموبايل والكمبيوتر والاغاني هي دي اللي عارفين كلامها؟ ايه الكلام الكبير ده بس يا عم؟ يعني احنا اخدنا لسانس. جامعه القاهره على ايامنا كانت من ضمن احسن 500 جامعه في العالم. اعتقد دلوقتي هي بره الرقم ده بكتير. خلاص يا بابا انت هتكرههم في الجامعه ولا ايه؟ امال بس ايه المظاهرات وثوره اللي بتفكروا فيها؟ انتوا عايزين ثوره من جواكم. يا عم يعني انا واحد اتولدت لقيت ابويا راجل غلبان. ما عرفش يدخلني غير مدارس حكومة، ولا عرف يدخلني لغات، ولا عرف يدخلني خاص. لكن يعني ابتسام اللهم صل على النبي ما شاء الله، لقيت اب مقتدر واب معاه فلوس. يعني مش قصدي احسد والله، بس يعني انا قصدي يعني ان حضرتك خليتها احسن واحده فيهم. ما هو ده اللي انا بقوله يا وليد. انت ليه ما تتعلمش كويس زي؟ عشان باباك يعني ما عندوش فلوس وبابايا عنده؟ نص الشعب امي يا وليد. لا بيعرف يقرا ولا يكتب، وانت قاعد مش عايز يجي معانا التحرير. ما خلاص بقى يا جماعه، ارتحت يا عمر؟ انت اللي فتحت الموضوع اللي ملهوش نهايه ده. انا عملت حاجه؟ لا لا لا، وليه؟ له نهايه طبعا. الله. ممكن بس ترجع قناه واحده؟ ماتش مصر وغان. ايوه ده انا بحب الاجوال بتاعت الماتش ده قوي. هو جول واحد. سيبك بس احنا خدنا كيس. وكان احسن ماتش على فكره. ايه الشياكه والجمال ده؟ أول مرة أشوفك لابس بدلة يا وليد. متشكر يا عمي، ربنا يخليك. أنا لسه جايبها. مبروك. الله يبارك في حضرتك. حضرتك تأمر بحاجة تاني؟ شكرا. عشان كده بقى طلبت تقابلني من غير ابتسام؟ لا هو أنا بصراحة كنت عاوز حضرتك في موضوع مهم. إيه هو؟ كنت عاوز أطلب من حضرتك إيد الأنسة ابتسام. بص يا وليد، طلبك ده ليه اجابتين. الاجابه الاولى ان اقولك الابتسامه اتولدت في بقها معلقه دهب، هتلبسها منين؟ تدفع لها اشتراك النادي منين؟ هتجيب لها شقه منين؟ الكلام ده اتقال في الافلام العربي كتير، مع ان في شيء من الصحه، لكن انا مش هقولك كده. انا اقولك حاجه تانية خالص. انا وكل اصحابي وجيلي حبينا ايام الجامعه، عشنا قصص حب جميله وعظيمه. كل واحد فينا اتجوز واحده تانيه غير اللي حبها. انا مش هحجر عليكم، انتوا لسه قدامكم العمر بحاله. شوفوا لما تتخرجوا هتشتغلوا ايه. وفي مشروع بينك وبين ابتسام اتمنى انكم تنجحوا فيه.
وساعتها بقى لما اشوفك ناجح واقف على رجليك بجد انا اللي هخطبك لبنتي. بس دلوقتي يا وليد ظروفك وظروف البلد تقول ما ينفعش. لو حضرتك معك حق طبعا، بس انا كنت مبسوط يعني لما ابتسام قالت لي تعالى قابل بابا وكلمه. وانا مش رافض، بس مش موافق. البنات ولا الولاد اكتر؟ اي حاجه اللي يجيبه ربنا كويس. طب بص، لو جبنا ولد هنسميه لؤي. لؤي؟ لا ما سميش ابن لؤي انا، لما اجيب واد اسميه اسم خشن. خشن لؤي ايه؟ خشن؟ ايوه خشن. انا لسه بدري اول حد ما نفكر في الموضوع ده. انا وعدت ابوكي اتخرج الاول وبعدين اشتغل وبعدين نتجوز. وهتتجوز مين ان شاء الله؟ اتجوز مين؟ بسبوسة حبيبة قلبي. شفت بقى؟ شفت بقى انت اللي بتعطلي جوازنا اهو. انا؟ ايوه انت. نفضل بقى نسبل ونفضل نتكلم في العيال ونسيب مذاكرتنا ومستقبلنا. بحلم ايه؟ ممنوع احلم؟ ايه ممنوع تحلمي؟ حلم ممنوع. تحلميش يا جماعه، مش هتيجوا تساعدونا ولا ايه؟ هما تنضفوا معانا شويه. الدنيا كلها اتعطلنا عن جوازنا وهي اصلا. يلا يلا يا بوف، يلا يا بوف.